بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء. محاضرتنا لهذا اليوم راح نتحدث بها عن الـ diseases of salivary gland، عن الأمراض اللي تصير بالـ salivary gland. بالبداية نعطيكم فد يعني لمحة مختصرة عن الـ salivary gland، شوي refreshing نسوي. الـ salivary gland هي يعني من الـ gland اللي نسميها إحنا الـ exocrine. يعني عندنا اندوكراين واكزوكراين. هي الاكزوكراين الجلاند اللي تنطش سكريشن مالتها ثرو داكتس، يعني من خلال اقنيه، بينما الاندوكراين لا، السكريشن مالتها تروح مباشره للبلاد ستريم. السليفري جلاند من الجلاند اللي هي الكومباوند عاده، يعني هي هاي اللي عندنا الثري بيرز، يعني الميجر الثلاث ازواج اللي عندنا، الباروتيد والسبمانديبلر والسبلينجوال، تعتبر من الكومباوند، يعني اللي الدكت اللي يصير بيها تكون متفرعة، يعني تبدي بدكت صغار من السكرتري بارت، هاي الأجزاء اللي تفرز، والدور هاي الدكت راح تلتقي ويا دكت أخرى نفس حجمها تكون دكت أكبر، وهاي الدكت الأكبر تلتقي وتكون دكت أكبر إلى أن توصل للإكسكرتري دكت، هاي القناة اللي تنقل الاكسكريشن، هاي الافرازات اللي منعتها. طبعا هي الاكسكريتوري بارت نسميها احنا الاسيناي، يعني شلون الحويصلات او شيء، وهاي تكون يعني ميوكس تايب وعندنا سرس تايب. فهي طبعا تكون لوبيوليتد، هاي يعني الجلاند يعني بيها شلون الحويصلات يعني مجاميع وتفصل بيناتها كونكتيف تشو سبتا، فواصل بيناتهم يعني، وتحيط بيها كبسول تكون كبسوليتد. هي هاي فد لمحه عن السليفري جلاند. انترودكشن، سليفري جلاندز كونسيست اوف 3 بيرز ميجر جلاندز اللي هي الباروتيد سب مانديبولار اند سب لينجوال and the countless minor salivary glands. الماينر salivary gland تكون موزعة بالأورال ميوكس ممبرين، بس ما نلقاها بالأنتيريور بارت بالبلت، وما نلقاها بالجنجفة، لأن هاي الأجزاء الأنتيريور بارت أوف بلت والجنجفة طبعا هاي ما تحتوي على سب ميوكوزا، يعني مباشرة الأبيثيليوم تحت لامينا بروبيريا والدور بون يجي، يعني ميوكوبريوستيوم يسمون، يعني ميوكوس ممبرين على البون مباشرة فهو ميوكوبريوستيوم، ما يحتوي على السب ميوكوزا وهي الكونكتيف تيشو اللي تكون تحت طبقة اللامينا بروبيريا واللي هي هاي اللي عادة تحتوي على الماينر سليفري جلاند. فهاي ما موجودة بهاي الأجزاء فما تحتوي على ماينر سليفري جلاند. Almost every part of the oral cavity except the gingiva and anterior regions of the heart بلت، هاي ما تكون موجودة بها الماينر سليفري جلاند. The secretion of saliva is essential for the normal function and health of the mouth and disorders of salivary gland function which affect the composition and secretion of saliva predispose to oral disease. السلايفة جدا مهمة وبها وظائف كثيرة، يعني من ضمن وظائف الاميونيتي، يعني اذا صار عندنا ديفيشينسي بالسلايفا يعني زيرو استوميا دراي ماوث، الكاريز يزداد، الكانديدياسيس تزيد يعني حدوثها، فهي اميونيتي. كذلك بالكلام وبال يعني الماستيكيشن والسوالوينج، كلها هاي يعني تلعب بها دور السلايفا، لان بدون وجودها هاي الأجزاء اللي تتحرك يعني المختلفة اللي تكون مغطاة بالأورال ميوكوس ممبرين وهي تكون كيراتينايزد، فيزيد بيناتها الفريكشن الاحتكاك، فيعني سبب لنا هواي مشاكل. فهو يعني بصورة عامة السلايفا وجودها من ناحية الكمية ومن ناحية النورمال كومبوزيشن اللي إلها تحافظ لنا على الويل هيلث أوف ماوث، أنه يكون صحة الماوث جيدة وطبيعية يعني. فإذا صار خلل بالسكريشن، إذا صار خلل بالكومبوزيشن، راح هاي تعطينا يعني تعتبر بريدسبوز عوامل تؤدي إلى حدوث أورال ديزيز، يعني أمراض بالأورال كافيتي. فانكشنال ديزوردرز، ليش شو صاير؟
Functional disorders in salivary secretion and composition may be associated with organic disease of the salivary glands, but in other cases are caused by systemic factors. يعني ممكن يكون هذا الديزيز يعني يخص السليفري جلاند نفسها بها يعني مرض عضوي نفس هذا العضو او ممكن يكون سيستميك ديزيز ما له علاقه بهذا العضو يعني فشيء جنرالايزد موجود بسيستم اخر عندنا يعني وهذا يعطي سايد افكت يسبب لنا تاثير على السليفري جلاند او يكون مثلا دراج ثيرابي او اندوكراين ديستربنسز خلل بالاندوكراين فهذا كله هو يعني ممكن يؤدي الى حدوث خلل بالسليفري سكريشن او نيورولوجيكال ديزيز ممكن تسبب لنا خلل بالسكريشن ديفلوبمنتال انوماليز هاي يعني التشوهات اللي تصير بالتطور بالنشوء بتكون السليفري جلاند هاي الديزيز اللي يصير بنشوءها اثناء ما هي تتكون developmental anomalies of the salivary glands are rare بصوره عامه يعني مو فد شيء شائع موجود لا يعني فد شيء يكون rare aplasia of one or more major salivary glands and atresia of one or more major salivary gland ducts have been reported يعني ممكن يصير خلل او فقدان بجزء من هاي الميجر سليفري جلاند يعني احدى السليفري جلاند او جزء من عندها ممكن يكون مفقود او ممكن يكون موجود ولكن يكون يعني ديسفانكشن بخلل ما قاعد يؤدي وظيفه هاي الاتريجيا الاتريجيا هاي الداكتس الموجوده بيها احنا قلنا اكو سكريتري بارت هذا الاسيناي وعندنا الداكت هاي اللي توصل السكريشن فممكن يصير خلل بنشوء هاي الداكت فهذا تسجلت هيجي حالات موجوده congenital aplasia of the parotid gland may be associated with other facial abnormalities for example mandibulofacial dysostosis dysostosis هاي يصير يعني خلل عندنا بالماكسيلوفاشيال اريا يعني مثلا مايكروغناثيا فقدان بعض البون يكون اندر ديفلوبد بال يعني الاذن وغيرها يعني هاي المنطقه الموجوده بالفيس يصير اكو خلل يعني هو هذا انهيرتد وممكن تصير طفره موجوده وتنتقل يعني ممكن هو الفرد ما مستلمها هاي تصير عنده ويبقى ينقلها فبهاي الديس اوردر مانديبيلوفيشال سيستوسيس ممكن احد الحالات البي تصير عندنا ابليجيا اوف ذا باروتيد جلاند يعني ممكن تصير ممكن ما تصير هيتروتوبيك سيلفري تيشو هاز بين ريبورتد from a variety of sites in the head and neck, the most frequent being its inclusion at the angle or within the body of the mandible presenting as Stavin's idiopathic bone cavity. هاي أخذناها سابقاً بصير depression بالmandible واللي يعني تظهر على شكل يعني radiolucent وهي تكون يعني concavity تقعر وبيها salivary tissue. يعني هذا احد يعني الاكتوبك قلنا في وقتها الاكتوبك انه يعني هو صاير سليفري تيشو مو بالمكان المخصص له لا بمكان اخر بعيد عنه فهذا ديفلوبمنتال يعني انوماليز تشوه بالتكون يعني اكسسوري باروتيد تيشو within the cheek or masseter muscle is relatively common يعني نسبيا انه هذا موجود شائع ممكن بعض الأجزاء أو أنسجة اللي ترجع لل يعني إضافية هي ترجع للباروتيد ممكن تكون موجودة بالماسيتر مصل أو بالتشيك هاي الـ developmental anomalies
هسه نجي للانفلاماتوري ديس اوردرز للسيال ادينايتس، يعني يصير عندنا انفلاميشن بالسليفري جلاند او بالسليفري تيشو. طلاب عيني الانفلاميشن هي البروسس اللي يسويها الليفينج سيستم، يعني عمليه تسويها الجسم مالتنا انسجتنا، تمام؟ هذا الانفلاميشن او الانفلاماتوري بروسس، يعني عمليه احنا نسويها. زين، ليش احنا نسويها؟ لاسباب كثيره. ممكن تصير اصابه بكتيريه، ممكن تصير اصابه فيروسيه او فنجاي، او ممكن تصير تروما، او ممكن تصير هايبر سنسيتيفيتي، يعني اسباب متعدده ومعينه تؤدي الى يعني حدوث هاي الانفلاماتوري بروسس. فالانفلاماتوري بروسس شيء وذيك الاسباب شيء اخر. يعني احنا مثلا من تجي بكتيريا تدخل لاحد الاجهزه او لاحد التشو، نقول صار انفكشن، صارت اصابه. اوكي، هاي اصابه على جهه. زين، هذا الليفينج سيستم ايش راح يسوي للبكتيريا؟ راح يسوي انفلاميشن، يعني راح يسوي التهاب حتى يقاوم هاي، يعني فد بروسس يعني يتعامل ويا هاي الشغله اللي صارت. سيال ادينايتس انفلاماتوري ديس اوردرز اوف the major salivary glands are usually the result of bacterial or viral infection, but occasionally cl adenitis due to other causes such as trauma, radiation and allergic reaction. هاي كلها اسباب ممكن تؤدينا الى حدوث الانفلاميشن. هنا هسه هذا عند cl adenitis بالسبمانديبولار جلاند، يعني صاير الانفلاميشن. هو طبعا يعني بي هاي الخصائص انه يصير ب blood vessel dilatation، ويصير fever، ويصير tenderness، ويصير swelling، يعني هاي الاشياء المتعارف عليها، يعني يعني الكلاسيكال باترن او الايفنت اللي يصير بالانفلاميشن. بكتيريال سلاي ادينايتس سيالو ادينايتس، يعني هذا الالتهاب النتيجة البكتيريا. عندنا الاكيوت بكتيريال سيال ادينايتس. Uncommon disorder principally involves the parotid gland. Acute parotitis. يعني حتى نكون أكثر دقة، هو يعني حتى يصير الالتهاب الأكيوت للباروتيد. Is an ascending infection. يعني بهاي الحالة الباروتيد اللي هي تكون exocrine، عندها duct توصل ال secretion للoral cavity. فهاي الduct من خلالها تجي المايكرو اورجانيزم او البكتيريا، يعني تتسرب عن طريق الدكت وتوصل للجلاند وتسبب الانفلاميشن. الاكيوت باروتايتس از ان اسيندينج انفكشن، يعني اصابه تصعد لها، يعني ذات از ذا بكتيريا ريتش ذا جلاند فروم ماوث باي اسيندينج ذا داكتال سيستم. ذا مين اورجانيزم انفولف بينج ستريبتوكوكس بايوجينز and staphylococcus aureus. هاي المايكرو اورجانيزم اللي تسبب لنا الاكوت بكتيريال سيالو ادينايتس. It was once a common post-operative complication in debilitated and dehydrated patient, particularly following abdominal surgery. سابقا يعني كانت تصير هاي حالات شائعة بعد تطور الانتيبايوتيك وتطور السيرجري، يعني بدأت تصير قليلة. المهم البيشنت الديبليتيتد، يعني هذا البيشنت اللي صحته مو زينة، اللي تعبان، اللي تغذيته مو زينة، يعني ضعيف التكوين، والديهايدريتد اللي عنده جفاف ويتعرض إلى سيرجري، يعني هو جسمه تصيبه يعني صدمة، يعني كل يعني ينزل مستوى الاميونيتي وينزل مستوى الترتيب اللي عنده، فتستفحل هاي المايكرو اورجانيزم اللي موجوده فتصعد بهاي يعني وحده من الاس تصعد بالكنل وتسبب لنا الاكيوت سيالادينايتس. But it's a rare complication nowadays، يعني قليله هاي المضاعفات اللي تصير. Reduce salivary flow
is a major predisposing factor, and acute pyrotitis occur in patient with Sjögren syndrome. هسه راح ناخذه Sjögren syndrome. Or following the use of drugs with zero stomach side effects. بالسيجوغرين سيندروم او الحالات الاخرى اللي تسبب لنا دراي ماوث انه يقل السكريشن هاي البكتيريا راح تستفحل وتصعد بهاي الكنال وتسبب لنا الاكيوت سيال ادينايتس او الاكيوت باراتايتس. Acute infection may also arise in immunocompromised patients. البيشنت اللي تكون مناعته ما مضبوطة تكون مناعته قليلة يعني مثل ما قلنا البارحة اللي يصير يعني عندهم الأورغان ترانسبلانت ينقلوا لهم أعضاء مثلا الرينال ترانسبلانت أو غيرها يطول أميونو سبرسيف دراك حتى تقلل الأميونتي حتى ما تسوي ريجكشن رفض لهذا الترانسبلانت أورغان فهذا البيشنت راح يكون يعني أميونو كومبرومايزد أو يعني مناعته بها فهذا يكون يعني معرض لهاي الإصابات يعني هذا واحدة من الـ predisposing factor or as a result of acute exacerbation in a previously chronic sialadenitis هسه هم ناخذ هالـ chronic sialadenitis اللي هي يعني non-specific inflammation وتكون هي low grade ومستمرة لفترة فهي كرونيك فهاي اللو جريد الانفلاميشن المستمر لفتره واللي يعتبر فد شيء قليل ومستمر ومزمن ممكن يتعرض الى تغير مفاجئ ويتحول او يتراجع او يتقهقر او شيء الى شنو الى اكيوت سيال ادينايتس The later is usually the cause when acute sial adenitis involves the submandibular gland تصير يعني عاده بهاي submandibular gland The onset of acute sial adenitis is rapid. تصير بسرعة. Clinically, it present as a swelling of the involved gland. هاي تورم. هاي اللي صار بها acute sial adenitis. Accompanied by pain. يصير عدة ألم. Fever. يعني حرارة تصير عدة. Malaise. غثيان ويعني أنه هو مريض يعني. يعني عنده مريض انه هو يحس بنفسه مريض ما يعني احنا شلون نقول ما له خلق هيك and redness of overlying skin هاي المنطقه اللي موجوده تصير بها redness ليش لان الانفلاميشن هي بداخل السليفر جلاند والبلد فيسلز يصير بها dilatation احنا قلنا بالانفلاميشن فمعناها كميه البلد الموجوده بها كثيره معناها راح تعطي redness لونها يصير of overlying skin pus may be expressed from the affected duct يعني اللي صاير بيها inflammation ممكن يطلع هذا الباس يعني تشوفون هسه هنا هاي ال duct orifice of parotid gland يعني من يسوون مساج للparotid gland هذا المساج راح يحفز انه البص اللي موجود بها يتحرك خلال الدكتال سيستم خلال نظام الاقنيه والى ان يوصل للاورفيس فهذا البص هذا التقيح اللي بداخله الكرونيك بكتيريال سيالادينايتس هذا اللي قلنا انه تكون لو جريد كرونيك سيالادينايتس اوف ميجر سليفري جلاند از يوجوالي ا نون سبيسيفيك انفلاماتوري ديزيز اسوشيتد وذ داكت اوبستراكشن يعني يصير انسداد بهاي الداكت اند لو جريد اسندنج انفكشن يعني هاي البكتيريا اللي تصعد للجلاند ما تصعد وتسبب اكيوت انفلاميشن لا تصعد مو بسهوله يعني لا يعني التوازن مو كلش مختل بحيث انه هي تصعد وتسبب انفلاميشن لا توازن نوعا ما موجود فهاي الاصابه اللي تصير لو جريد يعني مو اصابه حاده لا اصابه خفيفه فيصير تعامل وياها
مو بحده، لا الانفلاميشن اللي يسوي الجسم لا يكون هو ايضا لو جريد يناسب هاي الاصابه. The submandibular gland is much more commonly involved than the parotid gland. يعني عادة تكون أكثر. In cases where no cause of obstruction can be identified, the predisposing factor may be a disorder of secretion resulting in decreased salivary flow. هذا الobstruction اللي يصير بالsalivary gland هو يعني أكو secretion، هي تشتغل طبيعي ولكن أكو يعني انسداد، فالسكريشن ما تطلع بصوره طبيعيه فيسبب هذا حدوث اللو جريد كرونيك. مرات يصير لا خلل بالسكريشن فما يصير سكريشن بصوره طبيعيه ايضا يسبب ان هذا اللو جريد. يعني هنا يقول السيال أدناتس is usually unilateral. ليش هو unilateral؟ لأن هاي الأصابة هي هو ما جاية نتيجة حالة systemic، لا هي هاي البكتيريا استغلت موقف فسوت هذا الغزو اللي عندها وحاولت ونجحت فصار inflammation، فهذا ما يصير هيك systemic وبكلهن، لا هي ممكن يصير بوحدة من الجلاند ممكن بالثانية هيجي، فهو يكون عادة يوني لاترال. الحالات السيستميك على سبيل المثال مثلا احنا اخذنا دراج معين، هذا الدراج يسبب زيروستوميا يعني يحارب هاي السكرتري بارت ويسبب زيروستوميا، فهذا راح يأثر عليهم كلهم على الجلاند فيصير يعني باي لاترال او هيج. هنا لا يوني لاترال يعني عادة يصير لأن هاي البكتيريا فيصير يعني ميلان أو شيفتينج بالتوازن ذاك الجزء فالجسم يسوي انفلاميشن هيك. ديدكت obstruction, destruction of glandular tissue and the duct dilatation, ileal ectasis may be demonstrated by sialography. هاي الطريقه اللي يعني احنا نشوفها نصور بها الجلاند السيالوغرافي، ان شاء الله تاخذوها بالمديسن السنه تجي بالاورال ميديسن شلون تاخذون يعني الدرسون شلون تاخذون السيالوغرافي، فيبين عندنا هاي انه صاير انسداد بالدكت والجلاندولار تيشو ايضا يعني يبين بها انه احنا هم يعني نشوفه اندر مايكروسكوب ديستركشن والدكت دايليتيشن انه القناه يعني صاير بها توسع اكثر من الطبيعي، لان هي هاي طلاب عيني الاسيناي من تفرز السكريشن والسكريشن يريد يطلع للاوتسايد من يكون الطريق يعني مسدود او شبه مسدود، فهو يبقى وين يتجمع؟ يتجمع بهاي الاقنيه الداخليه اللي موجوده ضمن البارانكايما بالسليفري جلاند يعني ضمن هاي اللوب، فمن يتجمع بها هاي الأقنية عادة ما متعودة أنه هو يتجمع بها ويصير ضغط، لا هي متعودة يجيها السكريشن وتوصله ويروح يطلع يعني، فمن تتجمع به فيصير يعني دايليشن أو دايليتيشن يعني تتوسع هاي بسبب الضغط اللي يصير، هذا السيالكتاسيس.
In the submandibular gland, progressive chronic inflammation may result eventually in almost complete replacement of the parenchyma by fibrous tissue. يعني بسبب حصول هذا الكرونيك انفلاميشن المستمر واللي يسبب انسداد يعني وتورم بداخل الجلاند فشي يصير هذا الانفلاميشن ايش راح يؤدي؟ لان احنا عندنا الكرونيك انفلاميشن يعني مثل ما اخذته بالبري ابيكال انفكشن يصير يصير فايبروسيس يعني من ضمن الطريقه مالته او الهيلينج يسوي فايبروسيس فيسبب ان يعني يستبدل هاي البارانكايما البارانكايما يعني هاي السكريتري بارت الاسيناي باي فايبروس تيشو producing a firm mass that may be mistaken clinically for a neoplasm. يعني ممكن انه احنا نتخيل انه هاي نيوبلازم لان النيوبلازم مثل ما تعرفون يعني يكون in duration ويكون fixed يعني يكون بتصلب ويكون ثابت ويا الانسجه اللي داير ما دايره. This type of inflammatory reaction may be referred to as chronic sclerosing cialadenitis. هنا عندنا chronic sclerosing cialadenitis. شوفوا هاي الانفلاماتوري chronic inflammatory infiltrate. هاي الدكت يعني عادة يعني عادة هاي الدكت مو هيك يعني بهالطريقة يعني اللومين مالتها dilation الأسيناي ما قاعد نشوفها يعني شوف هسه هاي بقايا أسيناي هاي أسيناي فصاير destruction هاي الأسيناي كلها صاير بيها destruction هاي أسيناي هاي أسيناي صاير بيها destruction وذني الدكت هاي الدكت صاير بيه دايليتيشن هاي الدكت صاير بيه دايليتيشن فهاي الان انفلاماتوري انفلتريت وهذا الفايبرز هذا ال... هذا فايبرز كل هذا فايبرز هذا فايبرز شوف هذا هذا لونه يعني بينك فايبرز Recurrent parotitis. Recurrent parotitis is a rare disorder which can affect children or adults. Rarely, the adult form may follow on from the childhood type. يعني يصير عند فترة الطفولة وبعدين يصير يرجع. But in most cases, it is probably due to persistence of factors يعني العوامل تكون موجودة شنية هاي calculi or duct strictures leading to recurrent attack of low-grade ascending infection يعني هذا تكون عنده تكلسات موجودة بالأقنية هاي التكلسات اللي موجودة أو يعني العوائق الموجودة بالأقنية تؤدي الى انه مثل ما قلنا ما دام الفلورا يتقل لها وصارت اعاقه فهاي البكتيريا راح تصعد وتسبب لنا هذا اللو جريد انفكشن فهذا السبب عاده يكون موجود عند يعني بالتشايلد هود موجود ويتعامل ويا الجسم وممكن يعني يصير شيفتنج لصالح الجسم ويروح ويرجع بعدين شنو السبب يرجع لأن العامل المحفز أو السبب الرئيسي هو موجود. The condition may be unilateral or bilateral and is associated with recurrent painful swelling of the gland. يعني كل فترة تصير عنده يعني هاي التورم وتصير يعني تأذي هاي الجلاند. The pus may be expressed from the duct orifice. مثل ما شفنا قبل شوية أنه يعني الباص ممكن أنه لاحظ يطلع من الدكت. In most cases, the condition resolves spontaneously by the time and the patient reaches early adult life. But repeated infection may result in irreversible damage to the main duct predisposing to duct obstruction.
يعني عادة هذا الطفل اللي عنده مشكلة بالدكت، عنده عائق موجود، عنده تكلس، ويصير عنده هذا اللو جريد انفكشن وتورم عنده، والدور الطبي تروح ورا فترة ممكن ترجع له، عادة هاي المشكلة تنحل. ولكن ممكن انه هاي العملية المتكررة اللي تصير تسبب تدمير للدكت اللي يصير يعني عنده، فيسبب انه اذا تدمرت الدكت طبعا فراح يصير دكت اوبستراكشن، بعد هاي الدكت ما تشتغل. This may lead to further episodes of ascending infection. طبعا هذا راح يؤدي الى انه هاي البكتيريا راح تصعد للدكت وتسبب infection and damage and to recurrent parotiditis in adult life. راح ترجع يعني عنده بالادلت لايف تصير عنده مره اخرى متكرره. الفيرال سيالا ادينايتس، هذا الانفكشن يعني فيروس يصيب الجلاند ويسبب لنا هذا الانفلاميشن. المامس اللي هو الابيديميك باروتايتس، هذا اللي احنا متعارف عندنا يسموه النكاف، واللي طبعا هذا يكون مثل الوباء يصير، ولكن على نطاق مو وباء يعني بانديميك مثل الكورونا او شيء، لا يعني وباء مثلا منطقه معينه صار بالاطفال بالمدارس بالهاي هيك، يعني هاي المنطقه انتشر، وكل ما يكون يعني النظام الصحي والاختلاط اكثر هيك، يعني مناطق محدده. يعني mumps is an acute contagious infection which often occurs in minor epidemics and is caused by paramyxovirus. يعني يصير الوباء ضمن نطاق صغير ويكون هو مرض معدي. It's a commonest cause of parotid enlargement and the commonest of all the salivary gland disease. يعني هو هذا يكون الأكثر شيوعا اللي تشوفوه واللي يصيب الباروتيد. Although infection can occur at any age, it's most common in childhood. عادة يصيب الأطفال. The virus is transmitted by direct contact with infected saliva and by droplets spread. يعني هاي السلايفة اللي يصير infected فهي هاي اللي تنقل الفيروس. فإذا صار تماس مباشر وياها ينقل. And has an incubation period of 2 to 3 weeks. Non-specific prodromal symptoms of fever and malaise are followed by painful swelling of sudden onset involving one or more salivary glands. يصير عنده حرارة ويصير عنده يعني يتمرض ويكون طريح الفراش، ممكن يصيب gland واحدة أو أكثر. The parotid gland are almost always involved. يعني بأكثر الحالات معظمها أنه هي الباروتيد. Bilaterally in about 70% of cases and occasionally the submandibular and sublingual glands may be affected. 70% من الحالات بتكون بالجهتين يصير بالباروتيد. يعني حالات قليلة أنه يكون جهة واحدة، ممكن تبدأ بجهة وبعدين تنتقل للثانية. Salivary gland enlargement gradually subside over a period of about 7 days. The virus is present in the saliva 2 to 3 days before the onset of sialadenitis and for about 6 days afterwards. يعني قبل ما يبدأ عدة الالتهاب يصير، لأن هو عدة فترة حضانة أسبوعين إلى ثلاثة، فيكون موجود بالسلايفة هذا الفيروس ويعدي تقريبا يومين إلى ثلاثة قبل ما تظهر هاي الأعراض اللي عنده، وتبقى مستمرة 6 أيام تقريبا من بعد ما تختفي هاي الأعراض، يعني من بعد ما يختفي هذا الالتهاب. Occasionally in adults, other internal organs are involved such as testes, ovaries, يعني reproductive system، الأعضاء التناسلية يصير بها، central nervous system and pancreas. Pancreatitis is the most common complication occurs in about 70% of cases of mumps in adult males. يعني يصير عندهم التهاب بالأعضاء بالتستس reproductive system. The diagnosis of mumps is usually made on a clinical ground after an attack immunity is long lasting and so recurrent infection is rare. يعني من يصير عنده
هذا راح يكتسب مناعه تطول فتره طويله، فيعني نادرا نادرا ما يصير عنده مامس مرتين يعني الشخص. البوست راديشن سيالادينايتس يعني اللي ياخذون راديوثيرابي يعني كلش تكون سنسيتيف السليبر جلاندز للراديشن او الراديشن. Radiation is a common complication of radiotherapy, and there is a direct correlation between the dose of radiation and the severity of the damage. يعني هذا الإشعاع راح يسبب لنا تدمير بالسليفري تيشو نسبة طبعاً إلى هاي الدوز الجرعة من الإشعاع. The latter is often irreversible, leading to fibrous replacement of the damaged SNI and squamous metaplasia of ducts. هاي الأسيناي اللي تدمر بسبب الإشعاع عادةً ما تستبدل، يعني ما يصير بها regeneration وتجي أسيناي بمكانها، لا يصير بمكانها fiber, fibrosis، والدكت اللي موجودة يصير بها تتحول يعني اللايننج تيشو يتحول الى سكويموس ابيثيليوم، يعني يصير سكويموس ميتابليجيا، يعني تحولت هي ما كانت سكويموس تحولت الى سكويموس. But with less severe damage, some degree of function may return after several months. يعني تعيد نفسها اذا كانت الدمج قليله، اذا كانت الدوز قليله. The serous acini are more sensitive to radiation damage than mucus. يعني الميوكس أسناي تتحمل أكثر. The obstructive and traumatic lesions. Duct obstruction and trauma are important factors in the etiology of a number of salivary gland diseases. يعني التروما بصورها المختلفة، الصدمة اللي تصيب ميكانيكية كيميائية أي صدمة، أو الدكت أوبستركشن الإعاقة هاي تصير بالدكت، هاي تعتبر عوامل أو مسببات لعدد من السليبري جلاند ديزيز such as chronic sialadenitis، مثل ما قلنا أنه يصير إعاقة بالدكت وتسبب صعود البكتيريا. In major glands and mucosal in minor glands. الماينر جلاند أخذنا إحنا الميوكوسيل من قلنا الدكت يصير بها بلوكج ويصير عندنا الميوكوسيل. Duct obstruction may be due to a blockage within the lumen or result from disease in or around the duct wall. يعني أما القناة هي نفسها يصير بداخلها إعاقة فتنسد هاي الطريقة، أو الأنسجة المحيطة بهاي الدكت هاي الأنسجة يصير بها فدليجن، يصير يعني تتورم أو أي سبب فتضغط على الدكت. من تضغط على الدكت شنو صار؟ سدت الدكت إيش؟ فهاي سببين. Obstruction to the duct orifice is usually due to chronic trauma, for example from sharp cusps or over extending dentures resulting in fibrosis and stenosis. يعني عندنا اذا اكو موجود شارب كاسبس بالسكند مولر او صار عندنا يعني الدنتشر بوردر الفلينج اولفيتنج مو ضمن القياسات وبدت تضغط على الاورفيس للدكت، فايش راح تسبب هاي الاورفيس الضغط المستمر والتروما يسبب انه طبعا راح يصير بها انفلاميشن ويصير فايبروسيس تليف بها وتنسد. سليفري كالكولاي السيالوليثياس او السيالوليثياسيس يعني هاي حدوث التكلسات ضمن السليفري جلاند او الدكت. سليفري كالكولاي كوز اوبستراكشن within the duct lumen and can occur at any age. يعني تصير عنده هم احنا متعارف يقولون صار عنده حصوه بالقناه. But are most common in middle aged adults بهاي الفئه العمريه تكون اكثر وشائعه. يعني calculi may form in ducts within the gland
or in the main excretory duct. أكو أقنية مثل ما قلنا تكون ضمن الجلاند، ضمن اللوب، ضمن البارنكايما، هاي توصل، فممكن تصير ضمن الجلاند أو تصير بالمين excretory duct، هاي القناة الرئيسية اللي توصل. Data on their distribution vary considerably, but the submandibular gland is most frequently involved, accounting for about 17-19% of cases. Submandibular تكون هي يعني الأكثر شيء اللي يصير بها هاي الكالكولا. The parotid gland is the next most commonly involved, whereas sialithiasis in sublingual and minor glands is uncommon. طبعا هاي السبلينجوال بيها أكثر من excretory canal، يعني ممكن 3 ممكن 20 يعني، فعادة حتى لا صار يعني بوحدة منهم وهي تكون قريبة، بينما السبمانديبلار تكون يعني أبعد وقناة هيك يعني، فتصير المهم يعني حسب، لأن هو ليش صار هنا ليش صار ما صار هنا، أكو أسباب ما نتطرق لها مو موضوعنا. Minor glands is uncommon here with sublingual and generally accounts for only about 2% of cases. Calculi are usually unilateral, although multiple stones in the same gland are not uncommon. عادة تكون مو generalized، لا تكون بجهة واحدة. وجود أكثر من يعني بجلاند واحدة أكثر من ستونز يكون يعني شيء يعني are not uncommon، يعني ليس بغير الشائع يعني common. The typical signs and symptoms of calculi associated with major glands are pain and sudden enlargement of the gland, especially at meal times. وقت الأكل من نريد ناكل salivary gland تتحفز حتى تفرز سلايفة أكثر، فمن تفرز سلايفة أكثر بالوضع الطبيعي من كان أكو تكلس والسليفري جلاند هاي يعني قاعد تفرز لو يعني لو هاي الإفرازات مالتها، فمن صار هذا السدن سكريشن استجابة للأكل، فإذا كانت هذا الانسداد كامل أو انسداد جزئي فراح يتجمع ضمن هالسلايفة وراح تتورم وتقوم توجع، فهو من يجيكم يقولكم أنا بوقت الأكل بس آكل رأساً تورم وتقوم تأذيني وما أرتاح، وبعدين ورا شوية يروح الورم هيك وأرتاح، يعني هاي واحدة من العلامات الكلينيكالي. When salivary secretion is stimulated, the reduction in salivary flow predisposes to ascending infection and chronic sialadenitis. يعني هاي مثل ما أخذناها قبل شوية، إذا صار عائق وانسداد راح يحفز البكتيريا تصعد وتسبب لنا التهاب كرونيك أو أكيوت. The calculi may be detected by palpation and on radiographs and may be round or ovoid, rough or smooth and vary considerably in size. يعني ممكن احنا باللمس نكتشفها وبالاكس راي نشوفها ويكون شكلها round or ovoid ويكون سطحها rough خشن او املس. They are usually yellowish in color and comprise mainly calcium phosphates with a smaller amount of carbonates. On section, they may be homogeneous but may have a lamellated structure. يعني تكون كتلة واحدة أو على شكل طبقات. هاي هنا شوفوا عين الطلاب، يعني هنا أخذنا البيري أبيكال فشفنا هاي الراديو أوباك وصايرة سوبر أمبوزد على الماندبل. هنا من أخذنا الأكلوزل، الأكلوزل فيل فبينت يعني بينت حدوث هاي يعني موجودة هذا الكالكولاي أو الستون موجودة بصورة واضحة زين، وراح نقدر نسويها إنديكيشن بالبالبيشن ونشوفها يعني هاي موجودة بالسبمانديبلر دكت. The etiology and pathogenesis of salivary calculi are largely unknown. ما نعرف ليش هاي تصير. It is generally thought that they form by
deposition of calcium salts around an initial organic knee. Thus, with MAIT consists of altered salivary mucins together with desequamated epithelial cells and microorganisms. يعني ممكن اكو بؤرة او فتشي يحفز تجمع الكالسيوم املاح الكالسيوم عليها ضمن الدكت. مثلا خلايا desequamated يعني epithelial هاي الخلايا الطلائية المنسلخة ممكن وياها فراز ميوسين يكون مو طبيعي الستركتشر مالته ممكن مايكرو اورجانيزم فهاي تكون بؤرة يتجمع عليها املاح الكالسيوم وتبدا تكبر تكبر وتتكون هاي الستون. Successive deposition in organic and organic material would produce lamellated calculus. يعني تكون الطبقة من الأملاح الكالسيوم وإجت الدور ميوسين فوقها أو خلايا وفوقها يعني صار مثل العازل ورجعت تكون الطبقة عليها من الأملاح فش صارت صارت لاميليتد مكونة من طبقات. Necrotizing sialometaplasia. Necrotizing sialometaplasia is a relatively uncommon disorder, which clinically and on histological examination may be mistaken for malignant disease. هذا الغير شائع ممكن أنه إحنا نخلط بينه وبين malignant disease. It occurs most frequently on the heart palate in middle-aged patient and is about twice as common in men as women. يعني يصير أكثر بالمن يعني ضعف تقريباً. It present most commonly as a deep crater-like ulcer. يعني يشبه هاي اللي تصير بالسكويما السيل يعني تشبه الفوة يعني هاي هيك طلاب عين شوفوها هاي الكراتر-like. شوفوا يعني نهاياتها مو شارب كات يعني كأنما التقاطع لا يعني هاي صايرة مثل التحدب بيها ونازلة لي جوا يعني نازلة وهاي الحافة اللي تكون طالعة للخارج وبيها يعني هيك تحدب هيك بهالطريقة تحدب هذا الكراتر لايك which may be mimic a malignant ulcer يعني هاي سكويما السير and which may take up to 8 weeks to heal يعني أيضا كونها تأخذ وقت ممكن أنه تخوفنا يعني تطينا لأن هاي ليش ما صار هيلنج بها خلال أسبوعين. In some cases the ulcer may proceed by indurate swelling يعني هي شيء يصير swelling هذا الصلب يعني تورم صلب وبعدين يصير هي شيء ulcer. Histopathological examination show lobular necrosis of salivary gland. يعني أجزاء من عدها يصير necrosis بيها. هاي يعني cell death يصير tissue death. Squamous metaplasia of ducts and acini تتحول هاي الدكت والأسيني إلى squamous. Mucus extravasation يعني الميوكس يكون موجود خارج الأقنية and prominent inflammatory cell infiltration. هاي الخلايا المناعية منتشرة. The surrounding palatal mucosa show pseudoepitheliomatous hyperplasia and the histopathological feature may be mistaken for either squamous cell carcinoma or mucoepidermoid carcinoma. هاي عيني طلاب هيجي يعني هنا هاي الأسيناي صار بيها destruction يعني هاي قاعد تتحطم تتدمر يعني هاي الأسيناي عادة كان شكلها يعني الخلية الوحدة بيها تكون تشبه الخلية الهرمية ومتجمعة على شكل دائرة وبنصها أكو اليومن يعني أكو فجوة فهنا متحطمة يعني متحطمة والأنوية متوزعة إيه أنا هسا أنا أقول لكم يعني هو طلاب هذا الهستوباثولوجي شو نسوي شوفوا عين الطلاب اول شيء انتم لازم تعرفون النسيج الطبيعي للسليفري جلاند النسيج الطبيعي لو تروحون وتشوفوه خذتوه بالثاني
هاي الاسيناي تكون خلايا متجمعه وخلايا بنصها اكو فجوه هيك، وهي تشبه الاديبوس تيشو، تشبه النسيج الدهني، يعني تكون هي فينت، يعني لونها فاتح. فهنا صار ديستركشن، يعني متحطمه والنيوكلياي مالتها موزعه زين. ونشوف انفلاماتوري سيلز، هاي خلايا الانفلاماتوري سيلز. هنا هاي الدكت، ما عندنا هيك دكت بالسليفري جلاند، يعني ما عندنا هيك تيشو، هذا سكويموس، هذا سكويموس جابه هنا، فهذا متحول ميتابليجيا صار، يعني الخلايا اللي كانت ضمن الاسيناي والخلايا صارت كانت ضمن الدكت تحولت وصارت هي هو هيك ينقر الباثولوجي طلع. طبعا هو مو سهل، كان من يقول سهل كلش صعب، بس هو هذا بعد مطلوب منكم. وبالعكس هيك سلايد ترى يعتبر من السلايدات اللي سهله. فهذا يعني صار ميتابليجيا متحوله، هاي ميتابليجيا سكويموس ميتابليجيا. The etiology of the condition is unknown, but ischemia leading to infarction of salivary lobules is the most widely accepted theory. In some patients, there may be a history of trauma or of a previous surgery at the site. يعني من يصير نقص وصول البلط وهاي المنطقة تتعرض الاسكيميا، يعني يصير عندها شحة نقص بالبلد اللي يجيها ويصير الانفاركشن، يعني وهاي تتعرض أنه يعني التجهيز الغذاء لها والأكسجين والهاي ينحبس عنها فيصير انفاركشن بيها. هاي المتعارف عليها احنا نسميها، يعني تصير عندنا احنا بالكارديك، يعني المايوكارديال انفاركشن. المهم فهاي شنو سببها؟ ممكن تجي عن طريق تروما، ممكن تجي عن طريق سيرجري، يؤدي الى انه البلاد راح يصير قليل ويصير بها اسكيميا. فهاي ممكن احد الاسباب. سيجوغرين سيندروم and related disorders. Sjögren syndrome is an autoimmune disease, يعني an immune mediated a chronic inflammatory disease characterized by lymphocytic infiltration and acinar destruction of lacrimal and salivary glands. الخلايا المناعيه مالتنا، نظامنا المناعي راح تهاجم هاي الاسيناي، يعني تهاجم هاي اللي تفرز لنا السلايفه وتحطمها. هو هذا اللي قاعد يصير سيجوغرين سيندروم. Classified into two groups, the primary Sjögren syndrome, secondary Sjögren syndrome. The primary يصير dry mouth اللي هو xerostomia and dry eyes xerophthalmia or keratoconjunctivitis cica، يعني يصير هاي الالتهاب بالملتحمه يسموها. السكندري سيجوغرين سيندروم، the triad of xerostomia, xerophthalmia and connective tissue disease, usually rheumatoid arthritis، يعني بالاضافه الى يعني جفاف الاورال كافيتي وجفاف العيون يصير عندنا روماتيزم، يعني بالمفاصل وغيرها بالكونكتيف تيشو. هذا السكندري. برايمري سيجوغرين سيندروم is also known as the cica syndrome and account for about half of the cases. Rheumatoid arthritis is the most commonly associated connective tissue disease in secondary Sjögren syndrome. يعني إذا نوجد ويا rheumatoid arthritis هو يصير secondary Sjögren syndrome. Other autoimmune disease that may be associated include systemic lupus erythematosus, systemic sclerosis, primary biliary cirrhosis, and mixed connective tissue disease. يعني أيضا ذني autoimmune. فممكن يكون ذني مرتبطات ويا Sjögren syndrome. Both exhibit a spectrum of clinical features. يعني the primary and secondary. In addition to xerostomia and xerophthalmia, then the asasiat associated with widespread involvement of other exocrine glands and a variety of extraglandular manifestation.
يعني ايضا يصير بعض الجلاند الاكزوكراين يصير يعني شحه او قله بالافرازات. سي جوجرن سيندروم predominantly affects middle aged female. The female male ratio is about 9-1. يعني من ياخذون الداتا مثلا اذا 10 مصابين ميل مقابلهم 90 فيميل هيك. And symptom related to dryness and soreness of the mouth and eye and common presentation. لان من يصير طلاب عين dryness بالماوث فهذا راح يؤدي الى حدوث candidiasis، يؤدي الى حدوث تقرحات، يؤدي الى حدوث caries dental هيك يعني. Xerostomia may be associated with difficulty in swallowing. يعني صعوبة بالبلع، مضغ الطعام and speaking وبالكلام. Increased fluid intake يضطر أنه يشرب fluid why and disturbances of taste حتى التذوق يصير عنده خلل به. In addition, it's predisposed to oral candidiasis صار عنده الكانديدا infection which is found in about 70% of patients and account for the soreness يعني التقرحات اللي تصير and redness of the mucosa والإحمرار اللي يصير بالميوكوزا. To acute bacterial cell adenitis and indentate patient to rapidly progressive dental caries يعني من يصير عنده dental caries يصير حدوثه سريع. ومثل ما قلنا قبل شوية من ذكرنا cell adenitis التهاب السليفر جلاند أنه من يصير زيروستوميا يقلل سكريشن فهاي يحفز البكتيريا ascending وتسبب لنا الالتهاب. The oral mucosa appear dry, smooth and glazed. يعني تكون هي جافة وتكون smooth ناعمة وتكون يعني بيها شلون لمعة الزجاج هيك. Lingual change may be prominent. The dorsum of the tongue often appearing red and atrophic and showing varying degree of fissuring and lobulation. هيك يعني شوفوا طلاب عيني هذا التانك يكون جاف ويكون lobulated يعني شلون مقسم الى فصوص هيك. Keratoconjunctivitis C can manifest as dryness of eye with conjunctivitis and causes a gritty burning sensation. يعني العيون يصير بها جفاف وتؤدي يعني هاي الأعراض من العين يصير بها جفاف أو قلة وجود التيرز اللي بيها فيكون الإحساس أنه حرقة يعني يصير عندنا. Salivary gland enlargement is very variable, although approximately 30% of patients may give a history of such enlargement. It is only clinically apparent in about half that number. يعني شنو؟ يعني 30% من المرضى يصير عندهم يعني السليفري جلاند enlargement يعني تورم ولكن بالكلينيكالي يعني تقريبا من ما نشوف يعني 15% نشوف بس هو من تسأله يقول له هم صار عندك يقول لك إيه يعني تورمت عندي قبل فترة هيك. Number the enlargement is usually bilateral predominantly affects the parotid. هو هنا شوف طلاب the enlargement is usually bilateral هو هذا systemic يعني disease مو يعني فتش شيء يصيب جلاند وحدة يعني هو سيستميك هذا الأوتو أميون يعني نظام المناعة منتشر عندنا بكل الجسم فمن يحارب السليفري تشو هو يروح لها وين ما كان سليفري تشو هو يحاربها هيك. Predominantly affects the parotid gland and is seldom painful. Lacrimal gland enlargement is uncommon. يعني الغدة الدمعية يعني مو بصورة شائعة يصير بها enlargement. Histopathological examination of involved major glands show lymphocytic infiltration initially around intralobular ducts, يعني مو ذن extralobular, which eventually replaces the wall of the affected lobules. يعني the infiltration is accompanied by acinar atrophy, but in contrast, the ductal epithelium may show proliferation. يعني هاي الليمفوسايت اللي تحتل المنطقة كلها وتسوي لها انفلتريشن وتسبب يعني دامج لهاي الأجزاء السكرتري بارت
وهاي السكريتري بارت تصير اتروفي، يعني هي تصير بمكانها، والدكتر ابيثيليوم ممكن يصير بيه بروليفريشن، يعني يصير ينقسم اكثر. The hyperplasia of ductal epithelium يعني يصير بي hyperplasia، يعني زيادة بالأبيثيليوم، eventually obliterates the duct lumen، يعني هذا القناة اللي يتحيط بها الأبيثيليوم مالتها. هاي الأبيثيليوم من يقوم ينقسم أكثر، فوين يصير يحتل الباطن مالت القناة، يعني الجزء المجوف لها، فشي يسبب انسداد and lead to formation of islands of epithelial tissue termed myoepithelial islands. يعني كتل تصير من هاي epi myoepithelial islands. Thus the fully developed lesion typically consists of sheets of lymphoid cells. يعني فتشي واسع وكثير من lymphoid cells surrounding epi myoepithelial islands and replacing entire salivary gland lobule. يعني راح تتحطم، يعني هاي الدكت اللي كانت قلنا صارت هايبربلاستيك وكونت لنا مثل الكتلة، وهاي الليمفوسايت هي منتشرة بكل هذا الموجود، فهي تصير هي هاي البيكتشر. This appearance is described as myoepithelial sialadenitis. هي تشيب هالطريقة عين الطلاب، شوفوا هاي الايلاندز المايوابيثيليال ايلاندز، وهاي كلها الليمفوسايت، فالليمفوسايت وتحيط بهاي كانما مثل الجزيره من المايوابيثيليال. هاي مو الاسيناي، يعني مو السكريتري سيلز، لا هاي من الدكت، يعني من الدكت سيستم. وصارت the lymphoid infiltrates does not cross the interlobular connective tissue septa and this helps in differentiating the lesion from diffuse infiltration of malignant lymphoma. يعني المالignant لمفوما اللي ايضا يصير انتشار واسع لللمفوسايت، طبعا اكو اختلافات، هاي الليمفوسايت تختلف ديتا مالignant، بس بصوره عامه يعني احنا من نشوفها هنا اكو قلنا مفصوله السليفري جلاند لوبيول بواسطه سبتا، يعني بواسطه فواصل من الكونكتيف تيشو، فهاي تبقى ضمن اللوبيول ما تعبر هذا السبتا، وهاي فهذا يميزها عن المالجنت لمفوما من احنا نشوفها بالبرايمري بيكتشر. وين دي كونكتيف تيشو سبتا ار اوبليتريتد، يعني بالمالجنت لمفوما. Although the clinical involvement of minor salivary gland is uncommon, they are often involved at the microscopic level. يعني شنو؟ الماينر سليفري جلاند هي صغيرة، فكلينيكالي يعني ماكو فد أعراض معينة، ولكن under microscope احنا نشوفها. ليش؟ لأن هي سليفري تيشو معرضة، وهذا الأوتوأميون يروح وين ما كانت هي يروح لها. The glands show focal collection of lymphoid cells related to blood vessels adjacent to the ducts and the number of such foci reflects the overall severity of the disease. يعني حسب هذا هو نظام مناعي يهاجم السليفري جلاند، فهو شيء نسبي، يعني مثل هسه احنا المناعه من شخص يتعرض للانفلونزا، فشخص عن شخص او هو نفس الشخص حاله عن حاله تفاعله نسبيا يختلف، مره تفاعل كلش حاد، مره ميدل، مره لو جريد، فهي حسب الحال. Labial salivary gland biopsies, a simple technique, and the semi-quantitative assessment of focal lymphocytic sialadenitis is a useful investigation in helping to establish a diagnosis of C. Sjögren syndrome. ياخذون biopsy من اللب labial salivary gland حتى يشوفون هاي minor salivary gland ويحاولون انه يشوفون ايش قد حدة هذا المرض. Other investigation useful in assessing the degree of salivary gland involvement include estimation of parotid salivary fluorides. يحسبون الفلورايدز ومن خلاله يعرفون انه ايش قد هاي المرحله لهذا الانفكشن او هاي الديسوردر، which are usually reduced, and sialography would show varying degree of sialactasis often producing a snowstorm appearance. يعني ان شاء الله هو من تاخذها السيالوغرافي بالميديسين، يعني هو تشبه الاكس راي،
وتعطيكم صورة للجلاند وتفرعاتها والداكت، فهي تظهر كأنما snow storm appearance، شكلها مثل العاصفة الثلجية. The etiology and pathogenesis of Sjögren's syndrome are uncertain. مو كلش محدد وكلش معروف. Although there is strong evidence that it is an autoimmune disease. Rheumatoid factor, which is associated with a variety of other autoimmune disease, is present in most patients with primary or secondary Sjögren's syndrome as a rare variety of anti-nuclear factor antibodies. يعني هاي الانتي نيوكليار فاكتور انتي بوديز يعني الاميونو هيستوكيمستري يشوفوها موجوده، يعني هذه الماده المناعيه اللي ضد هذا الانتيجين اللي تحاربه. The antibody are diagnostically helpful since they may be detected sometime before the development of the full clinical picture. يعني قبل ما نوصل لمرحلة dry mouth، قبل ما نوصل مرحلة swelling اللي صار، وهذا أنه وجود هذا الانتيبادي كان موجود، فيعني ممكن يفيدنا بالdiagnosis. Various other autoantibodies are less frequently detected including salivary duct autoantibody in about 50% of patients. يعني half البيشنت ممكن نشوف عندهم ايضا، ممكن هذا يكون مفيد. On both primary and secondary Sjögren's syndrome and in patient with myoepithelial sialadenitis, benign lymphoepithelial lesion without other feature of Sjögren's syndrome, there is a risk of B cell malignant lymphoma. يعني هاي الحاله احنا قلنا موجودات بيهم الليمفوسايت، فممكن يعني اكو خطر يتحولون الى malignant lymphoma arising within an effect gland estimated to be 44 times that of general population. يعني اللي عنده هاي الحاله واللي ما عنده، يعني طبيعي ما عنده Sjögren syndrome ولا عنده benign lymphoepithelial lesion، ممكن يصير عندهم lymphoma. ولكن اللي عندهم Sjögren syndrome والبنين lymphoepithelial lesion يعني تقريبا 44% اكثر من ذولاك هذا البيشنت يصير عندهم هذا المالجنت. السيالو ادينوسيس، سيالو ادينوسيس اور سيالوسيس از ا كونديشن كاركترايزد باي نون انفلاماتوري نون نيوبلاستيك recurrent bilateral swelling of salivary glands. يعني هاي السليفري جلاند بتورم، يصير بها swelling تورم بدون لا حدوث inflammation. يعني عمليه inflammation شنو احنا قلنا اللي يسويها الجسم، يعني ديز انفلاماتوري سيلز وتروح تخترق المنطقه ويصير blood dilatation وتصير fever وتصير اوديما، ما يصير inflammation نون inflammatory ونون نيوبلاستيك، يعني ما قاعد يصير عندنا نيوبلاجيا، الخلايا ما قاعد تنقسم وتتحول الى نوع اخر ويصير تيومر، لا ريكرنت عندنا، فشي متكرر هاي البايلاترال يعني بكل الجانبين يصير سوالينج تورم بالسليفري جلاند. شنو هذا؟ The parotid glands are most commonly affected. البارotid هي الاكثر شيء يصير. It is probably due to abnormalities of neurosecretory control and has been reported in association. يعني احنا مو قلنا بالميل تايم هسه نريد ناكل، بالميل تايم راح تتحفز الجلاند تفرز سلايفا اكثر. يعني شلون تحفزت الجلاند؟ يعني معناها اجاها اوردر، يعني اجاها امر عصبي، او يعني هو نظامنا العصبي هو يتحكم بهذا، اجاها اوردر قال لها فرزي اكثر. فهذا النيورو سيكريتري كنترول، يعني التحكم بين التحفيز العصبي والسكريشن يصير به خلل. فشنو هذا يصير؟ بيا حالات هذا الخلل اللي صار والدايفرس كونديشن such as hormonal disturbances، يعني تصير اضطرابات هرمونيه، ميل نيوتريشن عنده يعني خلل بالتغذيه، ليفر سيروسيس عنده خلل بالليفر،
كرونيك الكحوليزم يعني دول اللي يستهلكون كحول بصورة مستمرة and following the administration of various drugs وبعض العقارات والأدوية مثل هسه هاي الحالة. يعني هسه هاي هنا شنو هاي كرونيك الكحوليزم، يعني هذا البيشنت يستهلك كحول هواي، يعني يستهلك فش سبب، شوفوا الباروتيد وشوفوا السبمانديبولر ايش صاير بيهم، يصير بيهم اللارجمنت. ليش صار؟ هل هو حدث انفلاميشن داخل الجلاند؟ لا. هل حصل نيو بلازم وتكون عندنا تيومر داخل هاي الجلاند؟ لا. اذا شنو الخلل؟ الخلل النظام العصبي يعطي تحفيز للجلاند يقلها فرزي يعني سلايفا اكثر، فهاي قاعد تفرز اكثر فهي تنتفخ، يعني تمتلئ بيه وتنتفخ هيك، هذا اللي يصير. أعزائي الطلاب، هاي محاضرتنا لهذا اليوم. إذا عندكم شيء مواضح أو سؤال وإن شاء الله الأسبوع اللي يجي أكمل لكم السبت محاضرة السكويموس سيل كارسينوما، والأحد راح أعطيكم آخر محاضرة ونكمل المنهاج إن شاء الله. وبعدها حددوا موعد طلاب الامتحان نظري وعملي ثاني حتى أخذ لكم الأعلى. تمام عيني طلاب؟ حسب اتفاقنا نسوي لكم امتحانين.